أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية في هذه الحلقة والأخيرة فضيلة الشيخ، يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة على الميت، هل ورد فيها شيء؟ هذا لا أصل له. نحن قلنا وكررنا أنه لا يقرأ على الميت حال الاحتضار، وإنما يلقن لا إله إلا الله، لما صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما أن يقرأ عنده الفاتحة أو غيرها من القرآن فهذا لا أصل له. نعم، ورد قراءة سورة ياسين عند المحتضر، ولكن هذا الحديث في سنده مقال ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.